علبة مخملية زرقاء تحمل علامة مكتوب عليها أساور الملكة ماري أنطوانيت، وتحتوي على صوريها والمكونين من 112 ماسة، ستعرض للبيع في مزاد الشهر الجاري. دار كريستي للمزادات في جنيف تقول إن السعر المتوقع للصورين المملوكين لإحدى العائلات الملكية الأوروبية الآن يتراوح ما بين 2 ل 4 ملايين دولار أمريكي. قيمة الصورين مستمدة من كونهما من الماس النقي، وأنهما يعودان لآخر ملكة فرنسية قبل قيام ثورة الباستيل. نشاهد الفيديو. تقول القصة إن ماري أنطوانيت استطاعت تهريب الصورين وهي في محبسها قبل أن تعدم في عام 1793 لابنتها ماري تريز في النمسا.